عبر الهاتف من إسلام أباد، معي من هناك مراسل الغد إسماعيل مطر. إذا إسماعيل، حل البرلمان والحكومة يعني تولي رئيس وزراء مؤقت، ما الذي أخر إعلان اسم رئيس الوزراء المؤقت حتى الآن؟ لم يتبقى على الأمر إلا أيام قليلة. نعم، حتى الآن أعلن رسميا أن يوم 25 من يوليو يوم انتخابات عامة، وخلال شهر تقريبا من الآن سوف تستلم حكومة تسيير أعمال رئاسة وزارة باكستان بالاتفاق مع اللجنة الانتخابية الباكستانية التي ستعمل على إعداد الإجراءات اللازمة للانتخابات. هذا من الناحية الإدارية. أما على صعيد الأحزاب السياسية فسيتم قريبا العمل على إطلاق الحملات الانتخابية التي ستظهر من خلالها قوة كل حزب، وسيبدأ الصراع الانتخابي بين الأحزاب السياسية المختلفة وعلى رأسها الأحزاب الكبرى، حزب الرابطة الإسلامية الحاكم بقيادة نواز شريف، وحزب الشعب بقيادة بلاول بوتو عاطف زرداري، وحزب تحريك إنصاف بقيادة عمران خان، والأحزاب الإسلامية المجتمعة تحت اسم جبهة العمل الموحد. يعني من أكبر منافسي حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف؟ هل هناك حظوظ كبرى لحزب الحركة الوطنية الذي يتزعمه عمران خان؟ الآن اللاعبان الرئيسيان على الساحة بالإضافة إلى اللاعب الأقوى وهو حزب الرابطة الإسلامية بقيادة نواز شريف هو حزب الشعب الباكستاني الذي يقوده الآن بلاول بوتو ابن الزعيمة المعروفة بنظير بوتو، وأيضا ابن السياسي ورئيس الحكومة الباكستانية ورئيس الوزراء عاصف علي زرداري، بالإضافة إلى ذلك حزب أنصاف الذي يقوده عمران خان الذي برز في الآونة الأخيرة بشكل فعال جدا، خاصة فيما يتعلق باتهام وإسقاط نواز شريف من الحكم ورفع القضايا ضده. نعم إسماعيل مطر مراسلنا في إسلام أباد، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.